بالنسبة لهذا الجسر مهم، كله جدا مهم، يربط أقضية، نواحي، محافظات، تريلات تعبر عليه، يعني الحركة مال المحافظة كلها علي، حركة مال المحافظة المهمة هي علي. يعني ما أصور هذا أني كظن دولة، دولتنا يعني الحمد لله وشكر بلد النهرين، بلد يعني كل شيء موجود به، فإحنا نريد يعني شوية المعونة للمواطن. وضع الجسر يعني متهالك، مو بس يعني بس ذني، لا هو متهالك أساسا، متهالك يعني ما يراد له، فد معضلة عند الدولة العراقية إذا يبقى على هالوضعية يطيح، يعني حتى أرواح تروح به. خويا الجسر هذا سال سنين، خوش الجسر تعبان، أكثر من حادث صارت به، أكثر من مرة طاحت به من عدة سيارات لهذا السبب، يعني الجسر كلش تعبان هسه أكثر. لحد اليوم الصبح أنا طالع للشغل، هاي حلت من العمالة، اليوم الصبح طالع للشغل قالوا الجسر واقع، افترينا من ناكل. زين وين المسؤول؟ وين المدير؟ وين الإعمار مال ديقار؟ أسكان ديقار؟ كل شيء ماكو، هو الجسر قديم يعني لا اليوم لا أروح، من عاد صدموا على هالوضعيته لهذا السبب. حقيقة يعني الجسر آيل للسقوط، والآن الشركة باشرت بإنشاء جسر مؤقت من الستيل ستراكتشر لغرض أن يكون جسر بديل خلال هذه الفترة لحين المباشرة بإزالة هذا الجسر، وبالتالي الشركة الأم أيضا وضعت كرفاناتها في السايت المحدد لها لغرض المباشرة بإنشاء جسر الكونكريتي الذي هو بواقع 712 متر وبفضاءات مفتوحة، وباعتقادنا كحكومة محلية أن هذه الإجراءات سارع من وتيرة العمل، ويعني علينا أن يكون العمل بنظام الشفتين لغرض تخفيف الزخم ولغرض إكمال الجسر بأسرع مدة.